اشنو هي الفاكتورة؟ بغينا نعرفو نفهمو مفهوم الفاكتورة. باش نفهمو الفاكتورة بغيتكم تخيلوا معايا واحد العملية البيع والشراء ما بين جوج اشخاص. الشخص الاول هو المقتني اللي غيشري السلعة، اتفق مع واحد الشخص واحد اخر اللي هو البائع ديال هاد السلعة. اللي غيشري شنو خصو؟ اكيد خصو الفلوس. باش تكون عملية البيع والشراء خصو يوجد الفلوس. بالمقابل البائع خصو يوجد السلع او الخدمة اللي غيعطي لهذا المشتري. لكن ايضا ما خصوش ينسى واحد القضية جد مهمة، الوثيقة اللي كتثبت الملكية ديال ديك السلعة هي الفاكتورة. الفاكتورات انواع، ما نساوهاش. لاش صالحة هاد الفاكتورة؟ الفاكتورة من جهة فهي قانونية جوريديك، وثيقة قانونية كتثبت الملكية. من جهة اخرى هي تجارية، هي المقابل ديال التجارة اللي كيتبانوا فيها التخفيضات والتعويضات والنقل إلى آخره. الشروط التجارية هي محاسبتية، هي الوثيقة اللي كنعتمدوا عليها باش نصيبوا المحاسبة. وأخيرا هي جبائية حيت كتبان فيها الضريبة اللي هي لا تيفيا. تخيل واحد الكليين، واحد الفورنيسور، واحد الكليين بغى يشري سلعة كيدير أبيل دوفخ الفورنيسور، يعني الطلب ديال الأثمنة. الفورنيسور كيعطيه ان ديفي مقابل داك لابيل دوفخ، الا عجباتو كيدير بون دو كوموند وكيصيفطو للفورنيسور. الفورنيسور كيوجد ان بون دو ليفريزون كيعطيه السلعة، ولكن في نفس الوقت ما نساوش خصو يوجد له الفاكتورة، كنسميو فاكتور دو دوا. هاد الفاكتورة عجباتو مرحبا، السلعة عجباتو مرحبا، ما عجباتو شي كيخصو يصيفط له واحد الفاكتورة كتسمى لا فاكتور دافواغ، يعني السلعة ملي كتكون غير ملائمة. وفي الأخير ما نساوش خصو يوجد واحد الوثيقة جد مهمة اللي هو الغولفي ديال لي فاكتور. ألوغ شنو كتكون في قلب هاد الفاكتورة؟ شنو المحتوى؟ شنو الشروط الضرورية ديالها؟ أول شيء في الفوق في لونتيت عندنا الفورنيسور هو الشخص اللي كيبيع واللي كيطبع الورقة. حداه كنلقاو ليدونتيفيكاسيون ديال الرقم ديال لا فاكتور، الاسم ديال الكليان اللي غيشري عليه، ثم الموديل لي كونديسيون دو بايمون الا كاين شي تخفيض. حنا غنشوفو التخفيضات. ثم هناك شروط اخرى اساسية، لا ريفيرونس يعني الاسم ديال السلعة، ديزينياسيون ديالها اللي هو الاسم كما قلنا، الريفيرونس هو الرقم ديالها عنده، البخي والكونتيتي. البخي نضرب في الكونتيتي كيعطينا لو مونطو اور تاكس. الا كنديرو لو دي ريدكسيون كوميرسيون غنشوفوهم من بعد، كتعطينا سكون ابل لو نت كوميرسيال. من غير هاد لي ريدكسيون كوميرسيون اللي هما انواع غنشوفوهم من بعد، ملي كنزولو هاد لي ريدكسيون كوميرسيون كتعطينا لو نت كوميرسيال. كنعاودو نزولو واحد لي ريدكسيون تخفيضات كيتسماو ريدكسيون فينونسي وغنشوفوهم من بعد، لاش كيعطيونا سكون ابل لو نت فينونسي. لا تي في ا هو واحد لو طو كنضربوه في السلعة وكنزيدو عليه وكتعطينا toute taxe comprise، كنزيدو عليه لومبالاج و لو بور و كتعطينا لو نيت ابي، يعني الثمن اللي خصنا نخلصو في الاخير. ما نساوش لي كونديسيون جينيرال دو فونت، يعني الفوندور حتى لا ينغي يجي السلعه باش يسلمها للمشتري، وايضا المصاريف النقل ديال داك السلعه حتى لا ينغي يتفقوا بجوجهم باش يجيبوا السلعه. بعد الخطرات كنتفق انا والفوندور كيتفق مع الكليون يجيب له السلعه حتى للميناء ديال البلاد ديال الفوندور، كتسمى فوب، يطلع له حتى الباطو كتسمى فوب فري اون بورد. الى قبيله قلنا لي ريدكسيون، غنشوفوا انواع لي ريدكسيون من نوعين. الاولى كتسمى ريدكسيون فينونسيير، والثانيه ريدكسيون كوميرسيال.
الريدكسيون فينونسيير كنسميوها ليسكونت. شنو معنى اسكونت؟ يعني بايمون انتيسيبي ولا افون لي شيونس، كنخلصك قبل من الوقت. الريدكسيون كوميرسيال حنا غنشوفوهم هما ثلاثة الانواع: رابي، غوميز، وريستورن. الغابي ملي كتكون شي ديفو في لي شونتيون كندير لك تخفض. الغوميز هذا كتعطى ملي كتشري ان كونتيتي، جوج الناس واحد غيشري اكثر من الاخر، واللي غيشري بزاف غنقصوا له شويه. الريستورن هادي بور ريكومبونسي شكون كنكافئو، لونسيان كليون، يعني جوج الناس كيشريو نفس الكميه، واحد قديم القديم غنبيعو له اقل من الجديد بطبيعه الحال، باش كنكافئو القديم كنعطيوه تخفيض. هاد ليسكونت كيكون كيبان في لا فاكتور، هادو تا هما كيبانو في لا فاكتور، وهادي الغيستون كتبان في لا فاكتور دافوار. اذا كي كنكالكولو لو بخي نتاع داك الاخراني، الوغ لو بخي اور تاكس، بخي دو فونت، كنحيدو له لي ريدكسيون كوميرسيو كيعطينا لو نت كوميرسيال، كنحيدو له لي سكونت كيعطينا لو نت فينونسيي. هاد لو نت فينونسي هو لو مونطو اور تاكس. اش غنديرو له؟ غنزيدو له لا تي في ا، وهادشي كلشي كيتسمى تو تاكس كومبريز، لو توتال ا بيي تو تاكس كومبريز. إذا لو مونطو اور تاكس كنزولو منو لي ريدكسيون رابي روميز ريستورن، كيعطينا لو نت كوميرسيال. كنزولو منو ريدكسيون فينونسيير لي هي لي سكونت، كيعطينا لو نت فينونسيي. إلا كان شي ترونسبور ولا شي فورفي كنزيدو لو تي في ا، وكيعطينا إلا كان شي بور ولا كاين شي امبالاج، وكيعطينا لو نت ابيي. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كي جاكم الفيديو زوين، ايوا الا عجبكم مالك الا تكليكي سوغ جيم.